إذا في هذه الحلقة سوف نرى الطريقة الثانية لصناعة الدواء ماكسينيت، والذي هو عبارة عن ماغنيزيوم غلايسينيت، ماغنيزيوم مخلبي على الحمض الأميني غلايسين. كنا قد صنعناه من قبل عن طريق الماغنيزيوم هيدروكسيد، الآن سوف نصنعه عن طريق الماغنيزيوم سلفيت. إذا ما هو ماكسينيت؟ ماكسينيت والذي هو عبارة عن جلايسينات أو غلايسينات الماغنيزيوم لدعم ووقاية وعلاج الأغنام من نقص الماغنيزيوم. إذا نفعل 1 مول ماغنيزيوم سلفيت زائد 2 مول غلايسين فيعطيني 1 مول ماغنيزيوم غلايسينيت زائد 1 مول سلفيوريك أسيد. إذا نفعل 6.19 غرام ماغنيزيوم سلفيت، أنا ليس لدي الماغنيزيوم سلفيت سوف أصنعه هو في حد ذاته، زائد 7.72 غرام غلايسين، هذا هو الغلايسين 100% غلايسين على شكل مسحوق أبيض، فيعطيني 8.86 غرام ماغنيزيوم غلايسينيت زائد 5.04 غرام سلفيوريك أسيد. إذا لتصنيع 6.19 غرام ماغنيزيوم سلفيت نحتاج 3 غرام ماغنيزيوم هيدروكسيد زائد 5.04 غرام سلفيوريك أسيد. إذا هذا هو الماغنيزيوم هيدروكسيد، يسموه أيضا حليب المغنيزيا، ميلك أوف ماغنيزيا، استخرجناه من مياه البحر. قمنا بالفيديو كيفية استخراج المغنيزيوم من مياه البحر، هذا هو الميلك أوف ماغنيزيا، ماغنيزيوم هيدروكسيد، وهذا هو سلفيوريك أسيد بتركيز 48.95% وزن على حجم، فيعطيني كما قلنا 6.19 غرام ماغنيزيوم سلفيت زائد 1.85 غرام 100. إذا من أجل تصنيع سلفيوريك أسيد 48.95% كل 100 مللتر فيها 48، من أجل تصنيع 6.19 غرام ماغنيزيوم سلفيت نحتاج إلى محلول سلفيوريك أسيد كما قلنا 48.95% كل 100 مللتر فيها 48.95 غرام، ونضع تحت 48.95 5.045 غرام، يقابلها المجهول إكس، إكس يساوي 5.04 ضرب 100 تقسيم 48.95، أجد إكس يساوي 10.3 بالتقريب 11 مللتر. إذا سوف أخذ 3 غرامات، طبعا هي منحلة في هذه الكمية من الماء، أنا أعلم التركيز كم، سوف أخذ كمية أو حجم من هذا السائل بحيث يحتوي لي على 3 غرامات ماغنيزيوم هيدروكسيد. الآن هذا هو الماغنيزيوم هيدروكسيد، الماغنيزيوم هيدروكسيد يأتي على شكل معلق أبيض لا ينحل في الماء، يسمى أيضا ميلك أوف ماغنيزيا، استخرجناه من مياه البحر. الآن باستخدام هذا الفنجان البلاستيكي المدرج سوف نأخذ 11 مللتر من سلفيوريك أسيد. طبعا كما قلنا الماغنيزيوم هيدروكسيد هو معلق أبيض لا ينحل في الماء، بينما الماغنيزيوم سلفيت هو شديد الانحلال في الماء ويشكل محلول متجانس شفاف. لاحظ كيف تحول اللون الأبيض إلى الشفاف. نخلط طبعا، إذا هذا هو الماغنيزيوم سلفيت في هذه الكمية من الماء منحلى 6.19 غرام ماغنيزيوم سلفيت. كما قلنا الماغنيزيوم هيدروكسيد استخرجناه من مياه البحر، الذي يريد كيفية استخراج الماغنيزيوم هيدروكسيد طبعا من مياه البحر نعطيها الرابط. طبعا العملية هي إكزوثيرميك، طاردة للحرارة. الآن هذا الماغنيزيوم هيدروكسيد نضعه على جنب، ونأتي لوزن تقريبا 7.72 غرام، تقريبا 8 غرامات غلايسين. طبعا هذه 8 غرامات غلايسين، نحضرها إلى هنا
ونضعها داخل مع محلول المغنيسيوم سيلفيت. طبعا محلول المغنيسيوم سيلفيت ومحلول الجلايسين ومحلول المغنيسيوم جلايسينيت محاليل شفافة لا لون لهم. نخلط. طبعا الجلايسين هو شديد الذوب في الماء ويتفاعل مباشرة مع المغنيسيوم سيلفيت، لا داعي للتسخين. التفاعل يحدث في حرارة في درجة حرارة الغرفة. طبعا هذا هو انتهى التفاعل. هذا هو المغنيسيوم جلايسينيت اساس الدواء ماكسينيت. اذا في هذا المحلول منحل 8.86 غرام مغنيسيوم جلايسينيت. هذا كان فيما يخص تصنيع الدواء ماكسينيت الذي اسسه المغنيسيوم جلايسينيت الذي نستخدمه في وقاية وعلاج الاغنام من نقص المغنيسيوم. الى اللقاء.